نتكلم بقى عن الحرب. انتقلنا إلى الجبهة، والمؤخرة كانت في حبيب الله، وعبرنا يوم 6 أكتوبر البحيرات المرة الصغرى، وتقدم اللواء لمسافة كبيرة كف 602 وكف 603 والسرايا المعاونة، وقام بصد احتياطي مدرعات العدو لمدة طويلة حتى انتشر الجيش الثالث اللي ورانا وجزء من كاب 603 وكل ما تبقى من اللواء، ومن اللواء 25 مدرع كلهم دخلوا نقطة كبريت للحماية. استشهد المقدم محمد أمين علي مقلد أثر دان التهاون، فتم إجلائنا للخلف بمعرفة المقدم إبراهيم عبتواب اللي قال كل اللي كانوا مع المقدم مقلد يرجعوا ورا. أصبح قائد النقطة وبالمقدم إبراهيم عبتواب. العميد بتاع اللواء محمود شعيب محمد سليمان ده كان أخلي للخلف لإصابته في أول أيام العبور. المؤخرة بتاعتنا كانت في معسكر حبيب الله، اللي خلفنا كان جبل جنيف على طول. في يوم بالليل لقيت نجمة مضيئة في السماء كلنا، بتمر جاية من اتجاه بورسعيد ماشية راح السويس بطول القناة. كلنا ضربنا نار عليه، وكنت تشوف السماء زي الأفلام، الصواريخ المضادة للطائرات الحية بتتلوى زي التعبان ومنورة أحمر وطلعلها، وكل الرصاصات بتاع الطيران والمدافع، وما استمرتش ومشت في طريقها عادي راح السويس. فجر اليوم ده مع أول ضوء لقينا قطع حديد محروقة ومنصهرة منتشرة على أرض المعسكر. بصينا ورانا ملقناش كابينة الدفاع الجوي بتاع محطة الصواريخ اللي ورانا. حوالي الساعة 12 تقريبا لقيت طيران هليكوبتر بتعبر ضفتنا مضيئة أحمر وبتكركب زي عبور الحرب. عرفناها ذهابة الضابط عظيم المؤخرة، وكان اسمه عفيفي، كان ضابط حملة عندنا في اللواء. وقلت له على الواقعة، قال لي انت طيران ايه؟ انت جالك لوثة عقلية من الضرب اللي خدته جوه وفي سينا وفي كبريت؟ روح خندقك. الساعة 2 ليلا سمعت صوت موتوسيكل هارلي. انا كنت واهب حياتي خدمة الوطن. اليهود كانوا بيضربوا وحدة مدفعية طائرات قدامنا بمئة متر، وقواتنا بترد عليهم برصاصات، وايه المنطقة خطرة. وخرجت لقيت الفريق الشاذلي وعسكري شرطة عسكرية. فريق انا رايح يا ابني استطلع القوات اللي في الجناين. رديت عليه، احنا تحت امرك يا فندم ننفذ احنا. قال لا بشدة، انا رايح بنفسي ولازم اشوف بنفسي. وابتدى يزحف على الارض. والله انا فاكره الوقت اهوت وكأنه قدامي، كانت الصورة قدامي الآن. الجناين كانت تبعد عننا تقريبا حوالي 2 كيلو متر أو تزيد. هو كان لابس أبرول عادي وطبنجة في جنبه ونضارة ميدان على صدره وخوذة. استمر في الزحف، وأنا وسائق الموتوسيكل دخلنا الخندق ورجع في أول ضوء وركب ومشي. الصبح لقينا الفلاحين والبهايم معديين من طريق في وسط المعسكر. سألناهم قالوا اليهود في الجناين. هو كان عنده ذكاء خارق، أي عربة كانت هتمشي كانت هتتضرب، إنما الموتوسيكل يتسلل به ويحقق هدفه. وكان معسكر حبيب الله في أوله سينما قديمة. لقيت واقف قدامها حوالي 10 أفراد. سألت اللي واقف بيتمم عليهم، قال لي دول اللي فاضل من لام 25 مدرع. أنا كنت بذهب مع المقدم أركان حرب محمد أمين علي مقلد إلى قيادة الجيش الثالث في عجرود عند الفريق عبد المنعم واصل. كنا بنلاقي سيادة الفريق الشاذلي بعض مرات، وكنت بشوفه لما يجي المقدم مقلد عمليات اللواء، وكنت بحضر بالبلانشيطة محاضراته
بغيث الضباط بالعملية ومحاضراته الجنود على الأرض في كاب 602. واذكر انه سأل في مرة، انه سئل المقدم محمد امين، سأله يعني ان منطقة الثغرة ديت عرض القناة فيها ضعيف ويمكن ان يستخدمها العدو. رد قال احنا هنحط فيه اللواء 25 مدرع من الجيش التالت واللواء 23 مدرع من الجيش التالت، ودول احدث لواءين في الجيش المصري T-62، اما مدرعات الجيش كله كانت T-34 و T-55. الفريق الشاذلي كان محبوب جدا من الجنود والرتب الصغيره ومرح والكل يهابه. اذكر عسكري مشى قدام المحاضره في كاب 602 وكان ذو جسم جبار وعقليه على قدها، وكان العيال مسمينه هتلر. ناداه واخذ يمازحه وقال له ده انا ما بيقضنيش الاكل. قال طلع ورقه قرار ياخد 2 تعيين وحسن اكل الجيش كله. نرجع بقى لاحداث الحرب. الشمس طلعت لقينا طيران اسرائيل مسيطر على السماء، كلب يضربه، قطه، ورقه، رشاشاته شغاله، وكلنا قعدنا في الخنادق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والكلاب تدخل معانا الخنادق ويدخل بين رجليك ويرتعش. كان اللي ديله يتقطع واللي رجله اتقطعت واللي ودنه. ابتلت مظله جويه اسرائيليه، طيران بيلمع في الشمس جديد وسكون تام في المؤخرة. كان في الخلف شمالنا جبل عتاق يبعد تقريبا حوالي 20 كيلو، كان في مدافع لان الطيران الاسرائيلي عمل عليه ساية، والجبل بقى ينزل شبورة بيضة ثم خط اسود كان يصعب عليك. خد كمية ضرب مهولة، وعدى علينا لواء محمل على العربيات بكاو طوباس زينا كده في صد العدو، تدمر تماما. شفناه وهو راجع، طيران طلع اسقط اعداد رهيبه من طائرات العدو ماليه السماء ومسيطره تامه وكامله على ارض المعركه. قبل المغرب بنص ساعه فرشنا بطانيه وحطينا عليها طعام الفطور، ولقينا رشاشات نص بوصة شغالة علينا جاية من الخلف. لقينا تحت جبل جنيفة خلفنا طوابير دبابات جديدة نوفي، لم يكن معنا أي سلاح مضاد للدبابات. حاولنا ننقذ نفسنا، جرينا في اتجاه القناة عشان نعدي لزمايلنا اللي في البر التاني ورشاشاتهم شغالة علينا. كنت حاسس الرصاص معدي بين حواليه، والحمد لله نجانا ووصلنا ترعة كده قبل القناة حتى هدأ الوضع، ولقينا عربيات راح السويس، ركبنا واحدة وربنا نجانا. دخلنا السويس الفجر، كان في محل بيع فول وطعمية، قلنا نفطر ولسه رايحينه الدنيا اسودت والطيران الفانتوم بألف رطل وراح ضارب السكة الحديد اللي جنبه، شريط السكة الحديد طلع بالفلانكات كده دخل الدور التاني في بيت. ثم دخلنا شارع الأربعين، لقينا جميع العمارات مليانة أهالي على جنود جيش مؤخرات، وهجم علينا العدو من رعاته، ودخل السويس ينادي بالميكروفون. أنا الملازم أول محمد أنديل سلمت نفسي لجيش الدفاع الإسرائيلي، سلم نفسك والمعاملة حسب. وتمركزت دباباتهم أمام اسم الأربعين وأمام المحافظة وفي الزيتية والهاويس والمثلثات. طبعا أنا كنت راجل عمليات فعندي الاستطلاع، فبقيت استطلع وأعرف أماكنهم. وبعد يومين أو ثلاثة يغيروا الوطفية، دبابات وقف قدامهم ضابط العشاء كده وقال الله أكبر، وكانت شرارة النصر حيث انطلق كل من في العمارات، من يملك سلاحا ومن يملك إدوان وشاكوش وسطور وكلهم اتحدفوا فوق الدبابات. بقى على حوالي 8 دبابات بقى عليهم
زي ما تقول مثلا 10,000 واحد كده، هرب الجنود من الفتحات، امسك ابوهم الاهالي، جزار علق واحد منهم على تعليقه اللحمه وقطعه بالساطور. انا لقيت عسكري اسمه عبد الحميد من الفيوم معاه ار بي جي، وانا كان معايا الي، جرينا ورا الدبابه الاماميه لقيناها بتتزحلق على شريط السكه الحديد، دخلنا شباك سينما واطلقنا عليها ار بي جي، اتقطع الجنزير واشتعلت بها النيران، ونقلنا كل وقتلنا كل من خرج منه. في نهاية فبراير 74 عدت لبلدي وأهلي، فوجدتهم في حالة ذهول، الفرحة مكتومة. أبي أعطاني كارت من الجيش، بياناتي والحالة متوفي، وإنهم صرفوا معاش 5 أشهر بعد أخدهم عزائي. كان الجيش لما فقد الاتصال باللواء 130 اعتبر كاب 602 مع قيادة اللواء وفاة، ووجدوني حيا أمامهم سبحان الله. لو تكرمتم استكملوا معلوماتكم على صفحتي على الفيس، منشورات كبريت الجنرال الأسطورة، معركة السويس، الدرس الرباني، الراجل الأسطورة. خالص تحياتي مع الشكر.